بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله الحصة الثالثة من مراجعات مادة الأحياء، واليوم بنتكلم عن مرض السكري إن شاء الله اللي هو دايابيتس. هنشرحه، هنعرف أنواعه، وهنتعرف على أسبابه، وهنتعرف على طرق العلاج. أول حاجة تعريف مرض السكر أو تعريف مرض السكري. يطلق اسم مرض السكري عادة على حالة ارتفاع نسبة سكر الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي الذي يبلغ حوالي 80 إلى 110 ملي جرام لكل ديسيلتر من الدم. والسبب الرئيسي لمرض السكري عادة هو عدم قدرة البنكرياس على إنتاج هرمون الأنسولين الذي يعمل على خفض معدل الجلوكوز في الدم، أو نتيجة لعدم استجابة خلايا الجسم لهرمون الأنسولين. نشوف كده مع بعض التعريف. يبقى التعريف هو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن معدلها الطبيعي الذي يبلغ حوالي من 80 إلى 110 ملي جرام لكل ديسلتر من الدم. أنواع مرض السكري: النوع الأول هو النوع المعتمد على الأنسولين، والنوع الثاني هو النوع غير المعتمد على الأنسولين. بداية الإصابة في النوع الأول المعتمد على الأنسولين في سن مبكرة، وهو يمثل 10% من حالات الإصابة بهذا المرض. ويقصد بسن مبكرة إن هو بيحدث غالبا أثناء مرحلة الطفولة أو البلوغ قبل سن 30 في الغالب. طيب سبب الإصابة عدم قدرة البنكرياس على إنتاج هرمون الأنسولين. عدم قدرة البنكرياس على إنتاج هرمون الأنسولين. هنا العلاج: لا يمكن معالجة هذا النوع بالأقراص الخافضة للسكر أو الحمية الغذائية وحدها، ولكن طالما إن في نقص في الأنسولين فبيحتاج المريض إلى حقن الأنسولين وأيضا برنامج غذائي متوازن. النوع الثاني اللي هو الغير معتمد على الأنسولين غالبا بيكون بعد سن 30، يعني من سن 30 هو أكبر، وهو يمثل 90% من حالات الإصابة. سبب الإصابة عندنا أكتر من سبب. ممكن يكون في نقص جزئي في إفراز الأنسولين بحيث أن الكمية الموجودة لا تكفي لتخفيض نسبة السكر في الدم، أو سبب آخر عدم قدرة خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين بالشكل الصحيح مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. طيب هنا كيف يكون العلاج في هذه الحالة؟ طبعا أدوية خافضة للسكر، نظام غذائي متوازن، أيضا ممارسة الرياضة. غالبا هذا النوع من مرض السكري بيصاحبه السمنة في غالبية المصابين. في غالبية المصابين بيكون مصاحب بمرض السمنة. لمشاهدة فيديو تعليمي عن مرض السكري على موقع يوتيوب، الرابط الموجود أمامنا، بيقدم فيلم كرتون جميل جدا بيشرح مرض السكري بأنواعه، بيساعد على فهم المرض بصورة جيدة. أشكركم على حسن الاستماع، ونراكم في المرة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.